بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وراح نتكلم عن أضرار الولادة المنزلية وبعض النقاط المهمة في الولادة المنزلية. الضرر الرئيسي من الولادة المنزلية أنه في حالة حدوث مشكلة ما فلن تحصلي أي نوع من أنواع الرعاية الطبية الفورية كما هو يعني في حال في المستشفى أو مركز التوليد، فسيكون يعني ملزما لك أن تنتظري لحين ينقلك أحد إلى المستشفى. بالإضافة إلى ذلك، فإن السيدة التي تحصل على الولادة المنزلية تستطيع يعني تناول أي مخدر أو مسكن للآلام، وهذا نوع من أنواع يعني التي تسبب العديد من المضاعفات للطفل، وقد يموت الطفل أثناء أخذ نسبة عالية جدا من المخدر، وأيضا قد تموت المرأة الحامل عندما تأخذ نسبة عالية جدا من المخدر. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.